انتشر من ساعات خبر القبض على قمر واللي لقبوها بملكة جمال الوكالة وصاحبة أرخص مكياجات في مصر. قمر قدرت تخطف أنظار جمهور السوشيال ميديا مش بس في مصر، دي كمان وصل اسمها برة وبقى يجيلها معجبين من كل مكان. طب إيه حدوتة قمر حسناء الوكالة؟ وإزاي بدأت وإيه تفاصيل القبض عليها؟ قمر قالت إنه عمرها حوالي 18 سنة، معرفتش تكمل تعليمها وبدأت تشتغل وتنزل الشارع من وهي عندها 12 سنة. اشتغلت قمر في كذا شغلانة وكانت بتتاجر في كل حاجة، لبس وعبايات، كل حاجة عدت عليها. ومن سنة بس قررت تبدأ تجارة المكياج ومستحضرات التجميل، بس واضح إن حظها كان حلو لما اتشهرت بفيديوهاتها اللي حققت ملايين المشاهدات في ساعات قليلة قوي، وركبت من وقتها قمر الترند وما نزلتش منه إلا على البوكس. في دعايتها لمنتجاتها كانت بتجتهد على قد ما تقدر، بس واضح إنها سمعت كلمة نمبر 1 الخاصة بمحمد رمضان اللي بيقولها على نفسه كتير بشكل غير صحيح، وكانت بتنطقها أمبر 1 أو أمبر 1. قمر أمبر 1 خليكي جميلة علشان جوزك يديكي كل فلوسه، دي كانت نصايح قمر وأشهر تصريحاتها اللي كانت بتقولها بكل تلقائية وخفة دم، خلت الجمهور يتفاعل معاها وبدأت البنات تجري علشان تشتري منها. وفعلا قمر بقت أشهر من محمد رمضان عند البنات والستات واكتسحته في الوكالة. أهل الوكالة قالوا إن قمر اسمها التاني شوشو، وإنها جت الوكالة من سنة وفرشت فرشتها تحت الكوبري وبدأت تتاجر في الكريمات والمكياج وكل مستحضرات التجميل. مكياجات قمر اللي سعرها بعشرين جنيه واللي تقريبا كانت أرخص من كيلو الطماطم عملت قلق وحيرت الجمهور، إزاي برندات بالسعر ده؟ يا ترى إيه السر وإيه مصدر المنتجات اللي بتتباع برخص التراب دي؟ طلعت قمر وكذبت كل الاتهامات اللي توجهت لها وأكدت إن منتجاتها مش مغشوشة، بس هي يدوب متهربة. دفعت قمر عن نفسها وقالت إنها عاوزة كل البنات تبقى حلوة وزي القمر، ومش ذنبها إنها أسعارها مش غالية وإن كل منتجاتها أصلية 100%. وكمان قالت أنا ما بردش على اللي بيتريق عليا ولا يهمني، أنا بشتغل وبس، وانتم مش من مستوايا، واللي يحبني يدعي لي من قلبه. ملكة جمال الوكالة مش بنت فقيرة زي ما احنا كنا فاكرين، دي بيزنس وومن على كبير، وده حسب كلامها وتصريحاتها اللي أكدت فيها إنها كانت أكبر تاجرة للعبايات الخليجي وكانت بتلعب بالفلوس لعب. اتقبض على قمر وبقت متهمة بالغش التجاري بعد ما قدمت محامية ببلاغ للنائب العام بتتهمها بترويج منتجات مغشوشة. قمر دلوقتي في النيابة بيتحقق معاها، والتحقيقات بتقول إن كل المكياجات والكريمات اللي كانت بتبيعها مضروبة، ومش بس كده، ده كمان بعض الشهود من الضحايا أكدوا إن حصل لهم مضاعفات خطيرة والتهابات في الجلد بعد ما استخدموا منتجات قمر. صحيح الترند ملوش أمان، يوصلك سابع سما وينزلك مرة واحدة في التخشيبة.